سجد المأمون دي هيك الآية أنا حولت أوكي. الغرض بس الرئيسي أنا حصل لي من اليوزر. اليوزر حتجي له سعاية على مستوى إشارة مايكروية يغذي لي مختلف اليوزرية عندي هنا. بس لكن الآن لما هغذي هنا هغذي limited of the users يعني شنو؟ يعني عدد غير محدود من اليوزرية. سؤال شلون؟ يعني الآن الإشارة الأصلية جاية من الـ VSC مالتي هي إشارة ضوئية. مررت بالـ DS عفوت على شكل إشارة مايكروية، إذا أنا أقدر أغذي شقد ما أقدر كل من اليوزرية. تردد ما في عندي لور عندي هاي. إذا أستخدم كلور فريكونسي إذا بديت أخذ GSM بديت أني موبايل 600 ميجا هرتز، 650 ميجا هرتز. لكن إذا أغذي كسعات عالية جدا أنترنيل إلى آخر السؤال هذا 2.1, 2.4, 5, 3. اللي هذا اللايسنس اللي هذا فويسين فور موبايل فريك الداتا.